قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، اذكر لك الأدلة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشجر والقمر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، هذه مكتوبة بالنص، ولم يفرق بينهم، مش عبد غير الله، أشرك بالله. بعد ذلك نجي للمعبود، صنم في النار. قال تعالى إنكم وما تعبدون، إنكم أنتم اللي بتعبدوا، وما تعبدون اللي بتعبدون الأصنام، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لما نزلت الآيات دي كفار قريش جابوا شبهة، قالوا طيب إذا كان العابد والمعبود في النار، طيب النصارى عبدوا عيسى عليه السلام برضو في النار، مش دي شبهتهم؟ الله رد عليهم، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هنا الله رد عليهم بعد الآيات ديك، دي ما في سورة الزخرف، نرجع لآياتنا ديك الجبال. الله سبحانه وتعالى بعد قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى، قال ابن كثير كعيسى عليه السلام والملائكة، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. عشان كذا الزول اللي بيبين للناس زي ما عيسى عليه السلام بيّن، الله ما نجاه لأنه بيّن ما عنده ذنب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، كما في سورة المائدة. فهو بيّن عيسى عليه السلام، هسي زول بيّن للناس قال لهم ما تنادوني، مات ابن ليكوبة، كان أنا مت، ما تعملوا ما تعملوا ما تعملوا، أنا زول عادي زيكم، ما تشركوا بي، ما تشركوا بالله، تشركوني أنا بالله سبحانه وتعالى، ما تنادوني، مشى مات، عملوا له قبة وبيقوا ينادوا في الشدائد، ده عليه ذنب؟ ما عليه ذنب، ألا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هو قال لهم أعملوا لي، ما تقصروا، أنا كان مت جاي والشغلة، ده بجاي هو لك وزاته، والله ده هو ذاته شفته يجيه لك، إذا صح التعبير جيها عجيبة خلا، لأنه دعا، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم شنو؟ مثل عبد طاغوت، طاغوت من عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كما سبق في بيان الوصول الثلاثة في أواخرها، فده راضي، القوم السما راضين، جماعة فيهم ما بدعوكم، بدعوك عديل مريدي تمسك بي وكن بي واثقا، عديل كذي لأحميك في الدنيا ويوم القيامة وكن يا مريدي حافظ، لحد ما يقول وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة، ده ما ناداك، ده ناداك زي ده شفت كان بطريق تتبعه ده تورط، وكان ما اتبعه ذاته وكلامه ده الباطل، ده براه مشكلة كبيرة جدا، والله باقي القصيدة دي والله كفر كفر، والله فرعون ما قال، وأنا قلتها مرتين في المحل، والله فرعون ما قال، فرعون مش قال أنا ربكم ولا أعلى، لكن جيبوا لنا آية فرعون قال أنا كنت مع نوح عليه السلام، في ما قال كده، لكن ده قال ذراعي من فوق السماوات كلها، دي فرعون ما قال، قال فرعون قال ظلم فرعون مع أنه كافر مجرم
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لكن بالمعنى ده بكون ظلم وقد تلمها حاجة وما عم قال. قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت، راحت إلا لازم القول بالنسبة لفرعون. لكن صراحة كذي قال ده، قال ده بتاع القادرية في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية صفحة 60-65 تلقاه بالتحديد من 62-63-65 ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي، وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي، وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأسكنت ووقعت الفردوس أحسن جنتي، وكنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. وذكر أيوب وفي النهاية تعرف اللون، أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. وما قلت هذا القول فخرا، لسه متواضع بعد الكفر ده كله. يعني ده كان ما متواضع يقول شنو يعني كذا عليكم الله، لو زول داري كفر أكثر من كذا يقول شنو، بس داري زيد أكثر من كذا يقول شنو يا أخي معقولة؟ ولا خليت سؤال ده الزول ده قال لك وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. وقال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة، ولا جامع إلا ولي فيه منبر، ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك تعالي جيت متين ذاتك قاعد، ولا عالم إلا بعلمي عالم، ولا سالك إلا بفرضي وسنتي. قال ولولا رسول الله، بعد قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. بعد ده متواضع، شوف المجرم ده عليك، ده اسمه إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري، قال بمدح في شيخه، قال دي من شطحاتي، شطحة بتاعته، ما في شطحة في الدين، ما لقينا صحابي شطح ولا تابع يقولوا الكفر البواح تعصروا يقول لك شطح، شطح دي يبلوها بشنو، بسبوسة ولا يأكلوها بشنو ذاته، شطح ده من الدين؟ في حاجة اسمها شطح في دين الله؟ جيبوا لنا شطح في القرآن ده كله، فيه شطح، السنة كلها فيها شطح، بلاوي ده ما شطح، ده كفر عديل كده عشان نبقى واضحين، ده كفر عديل وقد تا واضح يا أخو، ده فات ذات زيادة، نسأل الله العافية. طيب ابقى ديل، فنحن بنفرق بنقول زول عبدوه هو ما راضي، ما عليه ذنب، ما عليه ذنب، لكن هو دعا الناس لعبادة نفسه، دعا له ذنب، دعا له ذنب. فما يغشوك يقول لك ديل بيقولوا ديل زي الأصنام وشيوخنا زي الأصنام، يا أتون شيوخك زي الأصنام، كان الناس بيقولوا زي كلام زي ده، ديل ظلموا الأصنام ذاته، أصنام ما أصنام دي صنعوها وجوا عبدوها وخشوها النار بعدين، لكن ده عديل دعاك للشرك، ده أخطر ذاته. طيب قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لكن ده للحاكم، نحن نشيل سيف السي نلم فيهم طوالي شنو كتنوا، نحن ندعون بلسان ندعون إلى التوحيد والحق، والله خايفين عليهم ما يشوفوا الكلام ده، والله خايفين على الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى، والله خايفين، والله نفرح لما نقول فلان خلى العقائد المنحرفة ورجع لي الله استقام لدين الله
والله نفرح من جوا قلوبنا، نفرح جدا. قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، دي سورة الأنفال في سورة البقرة، ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فيبقى المقصود محاربة الشرك والمشركين بغض النظر عن من عبدوا في هذا الجانب. فإذا نظرنا من عبدوا نفرق، الذين يعبدونهم إن كانوا لا يرضون هذه العبادة فلا نظلمهم، وإن كانوا يرضون العبادة فنلحقهم بهم، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وبعد نحن نحكم على شخص بعينه بنقول فلان في النار، ما حقتنا، ما بنعلم الغيب، قد يختم له بخير في النار، يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا دي بنعاديه، مش زول بعادي الله سبحانه وتعالى، والله أي زول بينادي غير الله ده عدو لله. أوعى تتغشى، لو عمته من هنا لسه أمراب شرك ودردوق وحطاب بغادي، شفتها عمته مربوطة كذي وبالشدائد بينادي غير الله ده عدو لله تعالى. لو قاعد صلع زاي ما عنده أي عمة، شفتها ومبادل تعبان شايفين، موحد ده ولي لله تعالى، مش موحد ولي لله تعالى. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى. والله دخلوا في الناس عقائد ومفاهيم غريبة جدا، الولاية حصروها في ناس معينين وبالخلافة. والله الكلام ده ما شفنا إلا في الصوفية، شفتها ومن سار على نهجهم، الصحابة ده جد ما أولياء الله، قالوا وكلا وعد الله شنو الحسنى، مش أولياء. أبو بكر الصديق لما جاء يموت قال أنا خليفتي محمد ابن أبي بكر الصديق، ولا عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، ما قال كذي. حتى الناس اللي بيجوا خلفه ديك في إمارة المسلمين والمؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ما في الولاية أصلا، ما في الولاية أصلا. ما في صحابي جاي يموت قال يا جماعة أنا خليفتي فلان، هذا خليفتي في الصلاح إن شاء الله، والناس تاني تجليه، ودي الطريقة الفلاني. ما في من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يا أخي الناس بيقولوا قال أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، إيجي يذكروا لهم شيخ تقول لهم فلان، يقول لك يا ذول فلان ساي بس حافة كذي، فلان ساي بس كذي، وين مولانا وسيدنا والشيخ والخليفة ويقولوا عن أبي هريرة. شوف عليك الله الشغلة دي كيف، رضي الله عنه وكلها لخبة ساي، ما افتري ما في ذول بقى صالح، ليه يسوي لك روجة وبيت وعلم وحاجات، بقى الصالح ما تمشي لنفسك براك، ليه يسوي له طريقة ليه؟ ولقى عشان يتبعوه، اتبعوه الحق عنده، الحق ده ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله يجنو وسنتي، وأنا في الأخرى وأهل بيتي ذيل في الوصية، في الوصية يستوصي الناس بهم خيرا. فدي كلها في النهاية تبقى مع الكتاب والسنة ومع الحق، انت ذاتك قد تكون ولي لله سبحانه وتعالى، ما تبقى مع أي جماعة ولا أي حزب ولا أي طريقة، لا صوفي لا أنصار سنة لا أخ مسلم لا شفت لا مؤتمر وطني لا شعبي لا أي شيء، لا حزب أمة لا حزب تحرير لا تابع لذاك، قال عيسى بن مريم اسمه سليمان أبو القاسم ما تابع له، ولا أداك بتاع دواعش ديلك بتاع الخوارج ديلك الجزولي، مين الجزولي ما تابع له، ولا ذاك البكورك ذاك فخامة الرئيس وإن هؤلاء ووعدت وأخلفت وإلى آخر اسمه محمد أبو عبيدة، شبعان وارتاح صحته كويسة، تازل ذاته كان بقت نص عيشة بجنيه، انت خسران شنو ذاتك، ما شاء الله أمورك واضحة انت مالك، ويا فخامة الرئيس وقاعد في المنبر والميكروفون والمكيف شغال،
يعني لو قال في الصحراء وجيعان وبياكل في قرف الموز كان نقول عصر فك المنهج، لكن قاعد ويكون شرب ويكون خاتين لكوز وذاته معاه كوز ذاته ولا كوز بنفسه عليه مرب المهم خاتين لكوز تلقاه في جنب المنبر يشرب وفخامة الرئيس بيكون تعيد عنده كوز عليه مرب ولا جخاش الدحاية بتاع كوز ولا شي شرب فخامة الرئيس هو دي انت مخالفة الشريعة فخامة الرئيس بتاع شنو تقول انت فخامة الرئيس كلامك ده بتاع شنو ده لخبة سايا زول في الدين وهؤلاء يزادوا العيش وزادوا هايجين الجماعة وزيدها بيروج لهم ويا فخامة الرئيس طيب زادوا الدين ده ما تجيبهم ما تقول فخامة المكاشفة خربتوها ما تقول كذي انت بس مشكلتك عيشة بس ووعود والرزق عند الحكومة ولا عند الله وده ذاته طلعوا المنابر كيف ذاته والله طلع المنبر كيف الزول له إلا أنا أكون سافرت سنار ولا محل هايته لخبت سايا أنا استغفر الله وتوب قال فخامة أنا والله غاضني جدا قال فخامة الرجل وعامل فيها شجاع ديل شفت هوي الزول اللي بيتكلم في الحكومة ده ما شجاع والله والله ما شجاع أوريكم ليه زول عنده اثنين ضده يا الشعب كله إلا من رحم الله شعب كله عنده الرأي ويتكلموا في المجالس والرأي خالف السنة يا رئيس بدل يواجه الشعب إذا مش شجاعته قول الحق خليك زول راجل قول الحق وإن واجهت الدنيا كلها تواجه نفر فخامة الرئيس ولا تواجه الناس دي كلها شجاعة ياته تواجه الناس بالحق لكن ما عاطفة ساي بالحق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا قال صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه ده مش حديث من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه انت الشعب والمصلين بيجوك بيقول لك أردم الحكومة أدي فخامة الرئيس أديه وانت عندك حديث والرئيس ما بيسألك كان حاضر الخطبة ذاته ما بيسألك والله لو حاضر شفتها ما بيسألك ذاته جابوا معاه لغاية قبل فترة أنا سمعت الكلام ده قال له أكتر موقف ضحكك شنو قال في الخطبة قال ال- 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 قال ال- ال- الخطيب ذكر حاجة في الحكومة قال في عمك كبير وراي ما شايفني ولا قدامي قال ويتو ذاتكم ما زي ولا كلمة زي دي قال المهم ردمني يعني الرئيس قال عمك الكبير ده شنو ردمني قال أنا عاين تلقيت وزول عجوز قال الموقف ده ضحكني قال بس فهو ذاته لو قاعد وكلمته ويا فخامة دي ذاته خليها فخامة جبتها من وين قول يا الرئيس هتاني في شنو انت شجاعة في دي الحكومة ادتك قالت لك اتكلم حكومة ما شالتك دخلتك قلعوا لك ضفورك اتكلم وليه أسي بدليل انه ليه أسي الزول خلينه صح ولا ما صح لكن امشي واجه الشعب قول لهم الرسول قال لكم ما تخرجوا انت مش عامل فيها شجاع بتكلم مع الرئيس ما خلاك لكن كذا واجه ديل قول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تمسكوا الدين في جانب وتخلوه في جانب ودي ما سياسة الرسول سيدكم صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لحذيفة اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع قل لهم كذي دي الشجاعة كذي واجه الناس مش تبقى جبان تجامل ولا عامل لأنه عندك منهج خرب في نفسك أمشي للصوفية تكلم لهم ديل شالوا جنون الرئيس ماله معك والله قالوا شالوا حقنا حقك شنو ذاته انت ما قاعد تاكل وسي وتشرب وشارب العصير وشارب السكر وانت جيت ركبت الجمعة دي ما فطرته انت محمد ابو عبيدة ولا مين مجار مزاي والله عاملين فيها شجعان امش مسجد بتاع ختمية ولا صوفية اطلع فوق المنبر لا يا جماعة الله طبعا السماء دي خلقها الله يا ختمية السماء دي خلقها الله شيخكم قال انا عرشها والكرسي انا للسماء بانيها
لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. يا فخامة شيخكم كلامك باطل. الدوق عكازين أنا بعرفك شجاع والله بعرف موضوعك ده شنو شجاعة، ما ده حق الله سبحانه وتعالى. الشجاعة أنت تعبان في عيشة ولا حق الله أعظم ياتو؟ حق الله سبحانه وتعالى. وكلام كثير ياخذ الناس مجارمة والله حايدين من الحق. شفت الحق حايدين منه. هو الرزق عن منه؟ عند الله. ما تسأل الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولا زح الحكومة زحينا هذا تجينا إنت بتاع فخامة الرئيس بيجينا إنت ده بشكلك ده وبوضعك وبكلماتك دي ومخالفتك للسنة مخالفتك للأحاديث دار تبقى الحاكم إنت خلاص نبقيك الحاكم. الله هذا تعمل شنو؟ هذا رسل العيشة دي من عيشة دار تبقى عيشتين. ورينا الحل بتاعك دار تعمل شنو؟ نحن الحل الرجوع إلى الله وشكر الله دليلنا. وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم شنو لا زيدنكم. طيب إنت بتاع الفخامة أحلك شنو الحل شنو؟ نزحك شيخك عبد الحي مش ده شيخكم محمد الأمين اللي إنت أسلوبك قريب من أسلوبه ده مش ده شيخكم هم بقي والرئيس محمد الأمين وعبد الحي ها بيسوي لنا شنو بيسوي لنا شنو؟ دار يمرقنا من البلد دي ولا دار يدينا الأكل المجاني ولا دار يعمل لنا شنو؟ والمشكلتنا في البلد دي الآن أكل ولا عقائد منحرفة والناس دار تأكل لمتين دارين يأكلوا ويشربوا لمتين يا أخ. محل الصعود فاتحة لسه الشغلة دي أنا بعرفها كتمت لما الصعود ده يقفل والسجائر يقفل والحفلات تقيف بقول الناس دي والله كان ما الشغلة عصرت ما بخلوا الهوى ده. لكن الصعود شغال كيس بقى بأربعة أنا ما عارف كاشف الشغلة كاشفة ليكم خلي البرينجي بقى وكم تقولوا أنا بضربه بيتحد الشغلة دي الكيس بقى بأربعة والله يا زينوني ما فيها صفار الكيس بقى بأربعة كيس الصعود بأربعة والعيشة بجنيه. الشغلة دي لو فيها مرقة مفروض المرقة من ياتو مفروض تكسر العمار الممتازة توري العمار بتاعه تقول لي يا أخي عيشة يا أخي لما تبقى بأربعة أنا أشوف الكيس بقى بكم لو ثابت أمورك واضحة بعد وتكون خالفت في جوانب لو لسه الشغلة يا ناس كذا نخش في موضوعنا معليش أخذنا وقت كثير لكن نواصل. قال ودليل الشمس والقمر يعني أن الشمس تعبد وأن القمر تعبد يعبد وأن بعض الناس عبد الشمس والقمر. ما هو داري يوريك إنه الشرك ده ما عبادة أصنام بس في ناس عبدوا غير الأصنام وبرضو أشركوا بالله داري يوريك القاعدة دي. طيب قال قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه شنو تعبدون. ده دليل على إنه في ناس عبدوا الشمس والقمر وما بجوز تعبد الشمس والقمر. طيب قال ودليل الملائكة يعني في ناس عبدوا شنو الملائكة وما بجوز تعبد الملائكة أو ما بجوز لك تعبد الملائكة. قال قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني ممكن إنت إذا زول قال لك أعبد الملائكة أو أعبد الأنبياء والرسل أو نادي الملائكة من دون الله أو نادي الأنبياء والرسل من دون الله سبحانه وتعالى والجأ ليهن هنا اللي بيكشفوا عنك الضر وهنا اللي بيدوك الذرية وهن كذي تعبدتهم. ما هي الآية دي أصلا؟ الآيات دي من سورة آل عمران. قال أصلا الآيات ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما بشر الله بيدي الحكم والنبوة والكتاب إلى آخره وبيجي يقول للناس أبقوا عباد لي من دون الله لكن بيربطهم بمنه بالله سبحانه وتعالى يقول له نعبد الله سبحانه وتعالى. قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر يعني لو عبدتوا الملائكة وعبدتوا الأنبياء بتبقوا شنو
ده كفر، كفار بتبقوا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وبعدين كلمة ربانيين، ولكن كونوا ربانيين مش معناه أبقوا أرباب. الرباني قال البخاري رحمه الله: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يعني بيربطوا العباد بالرب سبحانه وتعالى إذا صح التعبير، فيعلمون الناس صغار العلم المسائل الواضحة قبل كبار العلم التي تحتاج إلى شنو؟ إلى تدرج وإلى فهم وإلى شدة يعني انتباه إلى آخره. قال: ودليل الأنبياء، إنه في ناس عبدوا الأنبياء، قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، الآيات، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال قتادة: هذا السؤال، في تفسير ابن كثير، هذا السؤال يكون يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى بيسأل عيسى السؤال عليه السلام يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر الآية. شكيل آيات البعدة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين شنو؟ صدقهم. وده اليوم ذاك يوم شنو؟ يوم القيامة. فالناس العبدوا عيسى عليه السلام ده العبدوا أصنام ولا عبدوا نبي من الأنبياء؟ عبدوا نبيا من الأنبياء وهو عيسى عليه السلام. فيبقى الشرك ما إلا تعبد صنم. الشرك ده باختصار يا جماعة من المشاركة، وما يشترط فيه تساوي النسبة، ده عنده 10 مليون وده 20 لموها سوا، اشتروا عربية أو موتر وهم شركاء في شنو؟ العربية دي والموتر ده، لكن نسبتهم ما واحدة، صح ولا ما صح؟ لكن شركة في النهاية. فزول لو قال الله اللي بيخلق والبيرزق والبيحيي والبيميت و و و و، لكن في الشدائد بالنادي الله وبالنادي غير الله. تقول له غير الله ده زي الله؟ يقول لك لا لا لا، برضو أشرك بالله، لأنه ما إلا يقول زي الله. عرفت المسألة؟ كفار قريش ما قالوا ديل زي الله، هم قالوا آلهة لكن ما قالوا زي الله. فهمت المزال؟ هم قالوا دي أصنام لكن ما قالوا زي الله. عارفين هذه لا بتنفع ولا بتضر. الآيات التي ذكرناها آنفا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، فإنت لو عبدت غير الله إنت أشركت بالله، صرفت عبادة من عبادات لغير الله أشركت بالله، قلت يا الله ويا فلان أشركت بالله، بعد ذاك فلان ده لو صنم إنت وهو بتخش النار. لو فلان ده زوج صالح وقال لك ناديني إنت وهو بتخش النار، لو صالح وقال لك ما تناديني نادي الله إنت بتخش النار وهو شنو؟ ما بخش النار. عرفت المسألة؟ قال: ودليل الصالحين، في ناس عبدوا الصالحين، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الدليل شنو هنا؟ في إنه في ناس عبدوا صالحين. الآية دي من سورة الإسراء قبلية آية، لقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ده تحدي وبيان. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، ليتوا بتنادون دي ذات اللي بتنادون دي، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انت بتناديه وهو هو بتقرب لله وهو بيخاف عذاب الله وبيرجو رحمة الله،
قال بيتقرب لي الله وبيخاف عذاب الله وبيرجو رحمة الله ده صنم ولا زو صالح؟ من زو صالح سواء كان من الإنس أو من الجن. عشان كذا قال أولئك الذين يدعون البتنادون ذاته يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة دي لينفسهم يعني مش ليك انت، لأنه فسر قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، بتقربوا له بالوسائل المشروعة زي الطاعات اللي قبل ذكرنا الكلام فيها، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودي ما صفات صنم، ما في صنم بيخاف عذاب الله بيرجو رحمة الله، ما ويتقرب لي الله ما في، ده ما صنم. فدرد على الناس اللي بيحصروا شغلة في الأصنام دي، الناس صالحين بيتقربوا لي الله وبيخافوا منه وبيرجوا رحمته، إن عذاب ربك كان محذورا. وفي آيات غير دي قال تعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولدوا إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن، لا تتركن يعني لا تدعن، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، انتبه للآية دي كويس، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هؤلاء أسماء خمسة رجال صالحين من قوم نوح، إلى آخر القصة البخاري وفي تفسير ابن كثير. شكل الناس اللي بيقول لك الشرك في الأصنام ما في البشر، ديل بتحاججهم بأدلة، من هذه الأدلة ومنها قوله تعالى قل تعالوا إلى كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد، أهل الكتاب منهم مش اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا، دي الأصنام ولا بشر؟ بشر. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيوة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا، قل لهنا في صنم ولا ذي البشر كلهم بشر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وآيات كثيرة هي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، الأحبار العلماء والرهبان العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. طيب قال ودليل الأشجار والأحجار، يعني في ناس عبدوا الأشجار والأحجار، قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الفوزان في شرحه للقواعد الأربع قال اللات جاءت رواية بتشديد التاء، واللات رجل كان يلت السويق للحجاج فلما مات صنعوا له هذا المعبود الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى صنم. أو قال والعزة قال شجرة، فيبقى اللات ده زول كان بيلت السويق، بيلت للحجاج السويق، جيب الحاجات السمحة إلى خبيتة سوا عسل والسمن والأخبتن والزبيب وادعي للحجاج، مش لنفر ولا نفرين للحجاج، تاسي مسيد نصه بيدفعوا له أو ناس كتار نساوين بيدفعوا له وكذي يجيب لهم، زول يدفع لبات 50 يا أخي يأكلوا عصيدة رأس مالة 3 جنيه 48 47 والداوين عصيدة ذات حامضة ما معروف الدولة، وعتان يجيبوها له وخرفان وحاجات وبقر وأشياء كثيرة جدا يجيبوا له هدايا، ويجي يشحدوا باسم الشيخ، الشيخ جايب المواصلات ودارين تبرعات لعربية للشيخ، كلام كثير جدا تبرعات للشيخ، ما يركب مواصلات ما كويسة ذاته اللي خالط المجتمع ده يبين لهم الحاصل الحق
مالو زعلان مالو ولا تعبان مالو مواصلات ما كويس ذاته لا يدفع بنزين لا انا جنين وبقماري ولا ثلاثة في شنو تاني وكل لاوي اسم الشيخ والله تدفع له 50 ياكلك عصيده والله راس ماله 3 جنيه مع 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 التساهل يعني قد تكون جنيهين ونص ولا جنيهين عليم رب راس ماله والله قد ما يزيد من 3 جنيه وحامضه سواه حامضه يخش فيها بالكوريك يا اخي كوريك يجيبها يقول لك فيها بركه دي فيها بركه بعد حموضتها دي فيها بركه يا معقول يا اخي واحد في الحصايص اقسم بالله قال لي عند ابوي ولا امي قال لي بيقعد في حلقي الا تجيب لي من عصير وما بفطر في رمضان ما بفطر قال المغرب قرب الا تجيب لي من عصير التلمرين بتاع الهلاليه واسل حيد البدوي اسمه اول وذاك المات اسمه الطيب بعرفه انا طبعا هناك جنبنا قال الا تجيب لي عصيده قال مشيت ركبت العربيه قال غشيت اختنا قلت لها جايها عصيده قال سوت العصيده قال جبتها له ياكل يقول له شوف البركه والله طعم طعام الطعام ده حقت بنته ماشي ليه ذاك يا اخي طعام وكل ساعه اقول الحمد لله قال طعم طعام شوف الهوس ده على قلبي والله حكى لي واحد ما اقوم من قعدتي حكى لي زول ما الفته قال ياكل طعم قال وما حكم هوس ساي بتاع عقل بس هوس بس ها شغلة غريبة جدا قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه ده حديث جميل جدا وحديث عجيب جدا ده نهاية القاعدة الثالثة قال قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين إلى غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر يعني أسلمنا أي أسلمنا يعني حديثا جديد يعني أسلم جديد قال وللمشركين سدرة سدرة شجرة المعروفة دي سدرة زي بتاعت النبق دي معروفة يعكفون عندها العكوف الملازمة وينوطون بها أسلحتهم ينوطون يعلقون بها أسلحتهم يعني البركة يقال لها ذات أنواط يعني ذات تعاليق ما شفت الأخ المسلم يقول لك وهذه المسألة أنيطت بما قبلها ولا شنو كلمة أنيطت يعني تعلقت يعني لا علاقة يعني ذات أنواط يعني ذات تعاليق عندهم شجرة بيتبركوا بها الكفار طيب أبو واقد الليثي قال نحن ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة دي سدرة الكفار معلقين فيها الأسلحة بتبركوا بها ونحن مشينا قدام لقينا شنو شجرة سدرة زي دي لكن فاضية ما فيها سيوف فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم شنو ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط يعني شجرة ذات تعاليق نتبرك بها كما لهم شنو ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وفي رواية قال سبحان الله إنها السنن أو السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فالحديث فيه فوائد منا إن الإنسان يعني يعذر إذا لم يكن عالما بشنو بالحكم ولا يستعجل في تكفيره ومنها خطورة التشبه بشنو بالمشركين وأنهم أهل سوء لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم وهنا لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم طلب هؤلاء الذين كانوا حديث عهد بشنو بكفر طيب أو كانوا حديثي عهد بكفر بعدين من الفوائد أن الشجر
لا يطلب منه البركة إلا بنص. أي شيء أنت تطلب منه البركة إلا بنص. في حاجات في القرآن الله ما بين لك، في حاجات فيها بركة، وذات البركة يعني بتأخذها بالطريقة الشرعية. يعني رب العزة والجلال قال عن ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة شنو؟ مباركة. البركة ما الزيادة، بركة الليلة دي في شنو؟ البركة بتاعتها في شنو؟ البركة بتاعتها رب العزة والجلال قال في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من شنو؟ من ألف شهر. دي مش زيادة، دي البركة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى شنو؟ نطلع الفجر. يا ليلة القدر ما 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 نور بس بيجي وكذي ولك دار ليلوري بصر، ما لوري بصر دي نكات ساي بتاعت لخبطة ساي. دي ليلة القدر دي قال لك سلام هي حتى شنو؟ للفجر. للفجر عشان كده الزول في العشرة الأواخر كل يوم بيسأل الله ما بجلي، كل يوم بيسأل ما نور بس بيجي كذي كشافة زول بالجيران شاغلك ما شغلة زي دي. الليلة دي من اليوم الليلة كلها، الليلة كلها سلام هي حتى مطلع شنو؟ الفجر. طيب الليلة دي مش فيها بركة، أنا قمت صليت فيها وسألت الله، سألت الله فيها وعبدت الله فيها، مش أنا استفدت من البركة دي؟ أجر عظيم. عمر ده نام من بداية الليل لنهايته، من بداية الليلة دي لنهايته، بس صلى العشاء بعدها نام وما عبد ولا دعا فيها، هل استفاد من البركة؟ ما استفاد. فيبقى البركة ذاتها في طريقة معينة بتستفيد، تعبد الله. الآن المسجد الحرام مبارك صح ولا ما صح؟ طيب زول في المسجد الحرام ما بصلي فيه ولا بطوف، ده استفاد من البركة بس قاعد سايف في السيراميك ده المكيف البارد ده، ولا إلا تعبد الله؟ تعبد الله سبحانه وتعالى. فانما الناس شوف الناس البركة ذاته ما عارفين ذاته يشيلوها كيف. فقد تكون ليلة مباركة وتمر بيك انت ما استفدت منها، بلد مبارك انت ما استفدت منه، مشيت ليه لكن ما استفدت منه، ما عبدت الله فيه صح. لذلك الإنسان يعرف البركة ويعرف كيف يستفيد منها، كيف يستفيد منها. طيب قال القاعدة الرابعة، يبقى القاعدة الثالثة دي بتحل لك إشكال طويل ونحن كررناه كثير جدا، إنه العبادة إنه الشرك ده ما خاص بالأصنام، لأنه ذكر لك أدلة في إنه في ناس عبدوا غير شنو؟ غير الأصنام، وإنه ممكن تعبد غير الأصنام وده شرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك عبادة غير الله، في الشرك في الألوهية، سواء عبدت صنما أو غير صنما، المهم عبدت غير الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك غير الله ده لو صنم انت هو في النار، لو غير صنم صالح وقال لك ما تعبدني وعبدته وما عليه ذنب، عليك الذنب انت. ده التفصيل فصلنا وبيناه.